وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب الديمقراطي آدم سميث رئيس لجنة المساعدات العسكرية وصل إلى مدينة العريش الثلاثاء لتفقد مخازن المساعدات الإنسانية العاجلة الموجهة لقطاع غزة. تعرف من مسؤول الهلال الأحمر المصري على الأسباب الحقيقية وراء تأخر دخول الشاحنات وبقاء هذه المساعدات لمدد طويلة، سواء محملة على الشاحنات أو حتى هنا في هذه المخازن. خلال الزيارة تحدث سميث للصحفيين عن المستوى الكارثي كما وصفه لمعدل تدفق المساعدات الإنسانية. لقد علمنا بالعوائق التي تحول دون دخول المساعدات خلال اجتماعاتنا اليوم، حيث نعتزم إيصال هذه الرسالة، وهذه هي السياسة التي نحاول موازنتها. أريد أن أوضح أننا لا نتحكم في كيفية إدارة إسرائيل للحرب، لدينا تأثير ونحن نتحدث إليهم ونعمل معهم، لكننا لسنا من يتخذ تلك القرارات. في الطريق إلى معبر رفح مر الركب وسط الشاحنات المتكدسة على الجانبين. أثناء توجههم إلى معبر رفح البري، توقف وفد الكونغرس الأمريكي عند المنطقة اللوجستية التي أعدت لاستقبال الشاحنات المتكدسة قبل الدخول إلى المعابر المصرية، ثم وصلوا إلى بوابة رفح لكي يستمعوا من مسؤول السفارة الأمريكية حول جهود إخراج مزدوج الجنسية، قبل أن يستمعوا مجددا إلى مندوب الهلال الأحمر المصري وهم يشرحون حول الوقت الطويل الذي تقضيه الشاحنات قبل دخول المساعدات إلى المعابر. منذ بداية هذا الأسبوع تراجع معدل نفاذ الشاحنات سواء من معبر رفح أو معبر كرم أبو سالم بصورة كبيرة. تامر نصرة، الحدث، رفح المصرية.